احنا نعرف ان السيادة بتعلم الصبر. ايوه حضرتك. من فترة كده طويلة كنا بنشوف السمك ماشي على المية من كتر السمك. المشكلة مش منك، المشكلة من نسبة السمك في البحر. ما انا بقول لك والله العظيم انا كنت بشوف وش البحر متغطي سمك. هاي مش الصيد يبقى في منطقة هادية كده أحسن؟ لا، هو السمك في نص المية دلوقتي عشان الساعة. أما الصبح بدري يبقى في جنب. لا عادي، مش شرط، هو في الصيد في الشتاء بتبقى في الجنب. تمام، يعني في الشتاء يبقى في النص، في الصيف يبقى واخد حتة هادية. يعني كل حاجة لها أصول ولها نظام. والله معلومة جميلة. يعني السمك في الشتاء في وسط المية. أي مفيش. ما هنا انا بقول لك انا المشكله مش فيك ولا في الصناره، المشكله ان احنا جهاز شؤون البيئه بيقول 30 نوع من السمك انقرضوا من مصر. 30 نوع. احنا كنا بنصطاد السمكه الطويله اللي عامله زي البوري دي. بفضل الله. ايوه من المبيدات ورش المبيدات كمان. يعني انتوا لقيتوا السمك ميت من المبيدات، ممكن من الصرف المجاري اللي هي عبارة عن ايه يا فندم؟ مات ليه السمك؟ حضرتك بتقول السمك مات ليه؟ انا يعني المبيدات. مبيدات. كيماويات. يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انت بقالك ربع ساعة يعني الله اكبر ما شفناش سمك. ده فترة سابقة. ده الكلام ده من حوالي سنتين. انت أول ما جيت سمك على أول ما الساعة دي كان موسم. دي موسم اسمه موسم الخضار. موسم الريل. كنا نيجي نصطاد موسم الريل ده مخصوص عشان السمك ياخد الريل ده عشان موسم التكاثر. أنت داخل على الجو الدافي اللي هو شهر 2 و3. تزاوج بقى. تزاوج. التكاثر. موسم التزاوج. وفي سمك اصلا اتجوز. مش بيبقى في سمك اصلا؟ مفروض يبقى في سمك. لو ما كناش نجيبه في الكوره كنا نجيبه لطش. ايوه من كتر السمك.
عدد خلاص بقى على خلاص الناس شكرا عليك. شكرا.